الرأي ديالي في أغنية هاد الولد ديال الفنانة الجميلة رجاء بالبير. هي أغنية زوينة. أنا كنت معاها ملي نزلت الأغنية، ولكني كتبقى يحسد أغنيتي أحسن. كتبقى يحسد أحسن أو لا. فبالعكس كل واحدة واللون ديالها رجاء خلاتها تكون شوية شعبية وقريبة للقلوب المغاربة، وأنا خليتها تكون أغنيتي اللي قبل نزلتها، يمكن قبل عام يمكن، فكانت شوية جو جديد، يعني جو من لا من توزيع لا من كل شيء. فأكيد هذا الولد غتعجبني لأنه شي حاجة أنا مقتنع بها. كانت غادي تكون رجاء، ولكني وكانت أكيد أنها غادي تجي تحضر، مي مسافرة هي وهي والوالدة ديالي لقطر، فما كتبش أنه تكون معايا اليوم. إي بون، مرة أخرى إن شاء الله.